أولا أنا سعيد جدا أن أكون حاضر في هذه الأمسية الجميلة لعمال النظافة. بطبيعة الحال شركة أوزون المعروفة، الحمد لله الشركة اللي قدرت تفرض ذاتها على الصعيد الوطني والحمد لله على الصعيد الإفريقي وإن شاء الله حتى في الشرق الأوسط. هذه الشركة اللي كتولي اهتمام خاص للعمال ديالها من خلال دائما العروض السوسيو ثقافية والفنية. كنعرض دائما عندهم، كيتبناو مسرحيات، كيتبناو فرق مسرحيه. الان دازوا للفن السابع من خلال عرض فيلم نوح لا يعرف العوم للممثل والمخرج رشيد الوالي، اللي غادي يحصل لنا الشرف اننا نعرضوه قدام هاد العمال هادو اللي يستحقوا منا كل التقدير والاحترام، واللي بغي نقول لهم في حقهم كلمه حق، على اننا بصح كنوضوا في الصباح كنلقاو الدنيا نقيه، ما كنلقاوش ازبال، كنلقى كل شيء على ما يرام، وكنساو ولا كنتناساو على ان مور هذا الشيء واحد الناس اللي كيفيقوا قبل الفجر وكيسعوا جاهدين على انهم يخدموا بكل قلبهم وكل احساسهم وكل جهدهم باش نوضوا حنا في الصباح وكنلقاو الحاله كيف ما كنلقاوها دائما. فتحيه تقدير وشكر لهؤلاء العمال، تحيه احترام للمسؤولين على هذه الشركه لانهم فكروا انهم يجازيوا العمال ديالهم، واخا هاد الناس هادو رغم نقولوا في حقهم كلمات ولا رغم نعطيهم جوائز فهم يستحقوا شيء وشيء كثير. فلذلك كنقول لهم شكرا، ودائما الفنان دائما ابن بيئتي. احنا مع هاد الناس هادو كنشوفوهم وكنتلاقاهم، وجات الاوكازيون باش نقول لهم مباشره على خشبه المسرح، هما الضيوف وحنا نكونوا على خشبه المسرح، كنقول لهم شكرا شكرا على كل ما كتقوموا به. اليوم غادي يعيشوا المستخدمين ديال مجموعه اوزون من خلال المجموعه ومن خلال البيئه والخدمات انهم يحضروا باش يشوفوا الفيلم انه احنا يعرفوا العام. هذا الفيلم واحد مجموعه الناس هضرت معاهم ما كانوش وقع لهم، ما كانش عندهم الوقت او الظروف ما سمحت لهمش باش يشوفوا في القاعات السينمائيه. اليوم من خلال هذه المجموعه احنا المستخدمين والموظفين والرؤساء ديال المجموعه غادي يجيو يشوفوا كاملين في واحد الجو حميمي، يجيو مع العائلات ديالهم مع الوليدات ديالهم باش نشاركوا هذه اللحظات ان شاء الله زوينه. ونتمنى الفيلم يرقم، ونتمنى بحال هذه اللقاءات تستمر السوسيو ثقافيه اللي كتكون دائما كتعود بالنفع، وبان الموظف ما كيحسبش راسو غير واحد الانسان اللي كيجي يخدم ويمشي بحاله، ولكن لا، كاين انشطه اللي كتهمه، كاين فنانين كيتلاقى معهم، كاين لقاءات اللي كيشاركها مع الاسره ديالهم. شكرا لك.